بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي. في لقاء سابق تعرفنا على تفاعلات البنزين، تفاعلات الإحلال وتفاعلات الإضافة، وأيضا تعرفنا على مجموعات التي تحل محل ذرات هيدروجين داخل حلقة البنزين. عرفنا منها مركبات أحادية الإحلال وثنائية الإحلال وثلاثية الإحلال. النهاردة عايزين نتعرف على المركبات ثنائية الإحلال عندما يكون على حلقة البنزين ذرة أو مجموعة. في حالة وجود ذرة أو مجموعة في حلقة البنزين، بنفترض أن هذه الذرة أو المجموعة هي المجموعة أو لها الرمز A. هذه احتلت الحلقة، الذرة أو المجموعة A احتلت الحلقة. أي مجموعة تانية داخلة على الحلقة هي اللي بتقول لها روحي في المكان الفلاني. يبقى الذرة أو المجموعة A هي التي توجه الذرة أو المجموعة التانية اللي داخلة على الحلقة، بمعنى أنه أي ذرة أو مجموعة جديدة، هذه الذرة A أو المجموعة تقول لها روحي في المكان رقم 2 أو المكان رقم 3 بالنسبة لها. يعني الذرة A أو المجموعة A دي بتاخد رقم 1، يعني هي صاحبة المكان، هي صاحبة حلقة البنزين. الآن المكان اللي على يمينها ده ان احنا اتفقنا انه رقم 2، رقم 3، ثم رقم 4، ثم رقم 5، ثم رقم 6. اذا اي ذرة او مجموعة جديدة ولتكن B مثلا، ذرة A هي اللي هتقول لها، او المجموعة A هي اللي هتقول لها روحي في المكان المخصص لك الفلاني، المكان المحدد مش في أي مكان. فإذا الآن هعمل التفاعل بين المركب مستبدل أحادي البنزين والذرة أو المجموعة B الداخلة الجديدة. فهذه الذرة أو المجموعة B ستدخل في المكان رقم 2 ده بالنسبة لA، أو 3 أو 4. طيب أمال المكانين التانيين دول إيه؟ هما نفسهم زي المكان 2 ده وزي المكان 3. إذن هنطلق على المكان ده رقم 2 في التسمية النظامية الأيوباك، لأنه 2 بالنسبة لA، A خد رقم 1، والمكان ده هيبقى رقم 2، المكان ده رقم 3، المكان ده رقم 4 في التسمية النظامية أيوباك. في التسمية العامة هنطلق عليه إذن B بتاخد أحد الأماكن 2 أو 3 أو 4. إذن في التسمية العامة هنطلق على المكان رقم 2 أرثو، والمكان رقم 3 ميتا، والمكان رقم 4 بار. طب أمال المكانين الفراغين دول إيه؟ المكانين الفراغين هما نفسهم أرثو وميتا، هما زي الناحية التانية بالضبط اللي على اليمين، رقم 2 و 3. لو قلنا ده على 5 هو زي 3، لو قلنا على ده 6 هو زي 2 بالضبط. يبقى إذن المكان 2 اللي على شمال الذرة اللي هو رقم 6 هو زي 2، المكان رقم 5 اللي على شمال A هو نفسه، ويعتبر على يمينها بقى على شمالنا احنا، هو ميتا بالنسبة لها زي رقم 3 بالضبط. فلو حبينا بقى نسمي تسمية أيوباك وتسمية شائعة، هنقول رقم 2 يقابله أرثو، ورقم 3 يقابله ميتا، ورقم 4 يقابله بار. اوعى ننسى هذا الكلام. إذن لو حبينا بقى نحدد المجموعة ايه دي، ده المضيف، هي الاساس، هي اصل او هي صاحبة حلقة البنزين الان، لانها مستبدل واحد او بديل واحد او حلقة بنزين احادية الابدال. وفي مجموعة الجديدة او الذرة الجديدة اللي هي بي، اللي هي الضيف بقى. انا في البيت الضيف اللي يجيني اقول له اقعد في الكرسي ده، اقعد اول كرسي ده، هو ده يعني الصح، تمام. وعادة الضيف عندنا بقى في الكيمياء العضوية أربع ضيوف، أربع أنواع من الضيوف لا خامسة لهم. الأول، الضيف الأول الكيل، والضيف الثاني اسمه هالوجين، والضيف الثالث اسمه نيترو، والضيف الرابع اسمه سلفونيك. هذه المجموعات اللي احنا شفناها في تفاعلات البنزين اللي هي الألكلة والهالجنة والنيترة والسلفنة، بدخل مجموعة الكيل اسمها الكلة، بدخل مجموعة هالوجين في الحلقة بقول عليها هالجنة، بدخل
مجموعة نيترو بقول عليها نيترة، بدخل مجموعة سلفونيك بقول عليها ايه؟ سلفان. اذا دول الضيوف بتوعنا. طب امال صاحب البيت بقى او صاحب المنزل او صاحب حلقة البنزين مين هو بقى؟ من هذه المجموعات او الذرات ايه بتقسمه الى نوعين. نوع هنطلق عليه بيوجه بيقول له روح في المكان أرسو وروح في المكان بارا، وتوجيه تاني في الوضع منه. يبقى في مضيف صاحب الحلقة بيوجه لأرسو وبارا مكانين، ومضيف والمضيف ده نوع تاني منه بيقول له روح للمكان نيت. احنا عرفنا أرسو وبارا، الأرسو اللي هو رقم 2 وبارا اللي هو رقم 4 وميتا اللي هو رقم 3. مين بقى اللي بيقول روح أرسو وبارا؟ مجموعة اسمها مجموعة الألكيل، واحنا عرفنا مجموعات الألكيل ميثايل إيثايل بروبايل بيوتايل وما إلى ذلك، مجموعة الهيدروكسيل، مجموعة الأمينو، ذرة الهالوجين. الأربعة دول هم اللي بيوجهوا بيقولوا للضيف اللي جاي، الذرة الضيف اللي جاية أو المجموعة ولها روحي مكان أرثو أو بار. طب أمال مين بقى اللي بيقول روح الميتا؟ مجموعة اسمها مجموعة الفورمايل اللي هي مميزة للألدهيدات، ومجموعة اسمها مجموعة الكربونيل المميزة للكيتونات، ومجموعة اسمها مجموعة الكربوكسيل المميزة للأحماض الكربوكسيلية، ومجموعة اسمها مجموعة النيترو اللي هي مميزة لمركبات النيترو الأروماتي. خلي بالكم بقى ان ما ننساش ابدا مين اللي بيوجه لميتا ومين اللي بيوجه لأرثو. ما شاء الله، تمام تمام يا سعيد. يعني سعيد لاحظ انه في فرق بين المجموعات، لاحظ ان مجموعات الميتا كلها فيها روابط مزدوجة، تلاقي فيها رابط مزدوج بين الكربون والاكسجين رابطة مزدوجة، وهنا كربون اكسجين رابطة مزدوجة، وهنا كربون اكسجين رابطة مزدوجة، وبين النيتروجين والاكسجين رابطة مزدوجة. وكمان حد لاحظ انه كلهم فيهم اكسجين، يبقى في رابطه مزدوجه وكلهم فيهم اكسجين. اما بالنسبه للمجموعات اللي بتوجه أرثو وبارا لا يوجد بهم الاكسجين الا في مجموعه الهيدروكسيل فقط، ولكن برضو في ميزه فيهم في المجموعات اللي بتوجه أرثو وبارا ان هذه المجموعات تلاقيها عليها ازواج من الالكترونات. يعني الاكسجين الهيدروكسيل عليها زوجين من الالكترونات، الامينو عليها زوج من الالكترونات، الهيدروجين عليها ثلاث ازواج من الالكترونات. يعني مجموعات معطيه بتعطي الكترونات، بتزود فعاليه الحلقه، وبالتالي توجه الأرثو وبارا. والحكايه دي الحقيقه ليها تفسير علمي دقيق جدا ويشطول شرحه، ولكن هو مش عليكم ولا ما فيش داعي احنا نتدخل فيه الان. الى جانب هذه المجموعات ميتا اللي بتوجه الوضع ميتا، مجموعات ساحبه للالكترونات لان فيها رابطه مزدوجه ساحبه، يعني كربونيل دي مجموعه ساحبه، وهنا طبعا دي كربونيل ايضا ساحب، ودي كربونيل ساحب، والنيترو ساحبه، دي كلها مجموعات ساحبه للالكترونات بتقلل فعاليه الحلقه، علشان كده بتوجه للوضع ميتا. وايضا زي ما قلت لها تفسير علمي يطول شرحه، احنا مش في موضوعنا. ايه هي مجموعات الالكيل؟ اذكركم بيها اللي هي الميثايل والايثايل والبروبايل العاديه والبيوتايل العاديه وايزوبروبايل طبعا وايزوبيوتايل، يعني مجموعات كتير من مجموعات الالكيل. وعلى انساه، يعني لما انت تشوف ار على الحلقه اعرف ان هي مجموعه ايه؟ الكيل. مركب مثلا زي مركب الطولوين، احنا عرفنا اسمه طولوين او ميثايل بنزين. المركب ده لو حبيت اعمل له هالجنه، طبعا احنا شفنا الهالجنه، تفاعل الهالجنه المره الماضيه شرحناه بالتفصيل وقلنا بيتم ازاي طريقه عمليه الهالجنه. بتتم في وجود كلوريد الحديد الثلاثي او في وجود الحديد. طيب مجموعه الميثايل بقى في الطولوين بتوجه لاي موقع يا معالي؟ أرثو وبارا. تمام كده، يبقى اذا اول ما اشوف المركب فيه مجموعه الكيل زي الميثايل اقول ده هيعطي بارا ويعطي مين؟ ويعطي أرثو. يبقى الكلور تدخل في الموضع بارا وتدخل في الموضع أرثو. مين اللي قال لها تدخلي في الموضع أرثو والموضع بارا؟ الميثايل. ما تدخلش على مزاجها كده في أي مكان. وطبعا الناتج بتاعي اللي هيبقى
الجانبي اللي هو الـ HCl زي ما تعلمنا في تفاعل الهلجنة المرة الماضية. طبعا المعادلة مش موزونة، لأن أنا ناتج عندي من التفاعل حلقتين بنزين فيهم مجموعة الميثايل والكلور، وأنا بدأت بحلقة بنزين واحدة، يبقى لازم يبقى فيه اتنين طلوين، يعني اتنين مول من الطلوين. طيب كم هالوجين؟ اتنين مول من الكلورين. ليه؟ لأن أنا عندي ثلاث ذرات كلور خرجوا من التفاعل، فلابد أن أنا أضرب الـ HCl في 2، يبقى كده المعادلة اتوزنت. وده اسمه برا كلورو طولين طبعا، وده أرثو اسمه أرثو. ليه أرثو؟ لأن الكلور في الموضع رقم 2 بالنسبة للميثايل، والبارا لأنه كلور في الموضع 4 بالنسبة للميثايل. خلي بالكم الحكاية دي. طيب مثلا مركب هاليد أريل، ده الهاليد اللي هو البروم، والحلقة البنزين بنقول عليها أريل، يبقى اسمه برومو بنزين أو كلورو بنزين أو أيودو بنزين. ها؟ ما ننساش الحكاية دي. لو حبيت أعمل له نيطرة أو الكلة، خلي بالك، لو حبيت أعمل له الكلة أو سلفنة، خلي بالنا يعني من يا إما القلورة يا إما نيطرة يا إما سلفنة، كل التفاعلات دي اللي احنا قلنا مين الضيف اللي داخل. الضيف اللي داخل في حالة حمض النيتريك هو مجموعة النيترو في وجود حمض الكبريتيك المركز. احنا قلنا خليط النيترة هو عبارة عن حمض كبريتيك مركز مع حمض نيتريك مركز بنسبة 1:1. تفاكرين الكلام ده؟ بينتج عندي نيترو في البارا ونيترو في الأرثو ثم الماء الناتج الجانبي. أوزن المعادلة بقى، لأن عندي حلقتين بنزين في الناتج وحلقة واحدة في متفاعل، وده اسمه بارا برومو نيترو تولوين وده اسمه أرثو برومو نيترو تولوين. يبقى هضرب حلقة البنزين اللي فيها بروم اللي هو البرومو بنزين في 2 وحمض النيتريك في 2 ثم الماء في 2 علشان أوزن المعادلة. طيب لو حبينا بقى في مجموعة النيترو، تمام، مجموعة النيترو موجهة لمين؟ من المجموعات اللي بتوجه فين؟ لميتا. النيترو والفورمايل والكربوكسايل وايه تاني يا عمنا؟ ما ننساش الكلام ده والكربونيل. هعمل لها ايه بقى؟ هعمل لها كلورة. تقول له الكلورة ادخلي فين؟ في الميتا، في وجود الحديد. تقول لها ادخلي في الميتا، ما تدخلش في الأرثو. لا، النيترو هي اللي بتوجه مع الـ HCl طبعا الناتج الجانبي اللي احنا عارفينه، واحنا شفنا التفاعل ده قبل كده. لنبدأ نوزن المعادلة، هتلاقي اتنين كلور خرجوا من المتفاعل وعندي تفاعل حدث مع اتنين كلور ومع النيترو حلقة واحدة، يبقى المعادلة موزونة. طيب قبل ما نبدأ في تفاعل آخر، ده اسمه ميتا كلورو نيترو تولوين. ميتا كلورو لأنه في الوضع ميتا بالنسبة للنيترو تولوين. أنا سميت بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنيترو تولوين، وقلت الكلور في الموضع ميتا، وأنا عملت كلورة للنيترو تولوين. طب لو أنا عملت، لو عندي كلورو بنزين وعملت له نيترا، النيترو تدخل في البارا؟ تمام، الله يفتح عليكم. لا طبعا، تدخل في الأرثو والبارا، تدخل في الأرثو والبارا. طيب لو عندي مجموعة فورمايل وعايز أعمل لها نيترا، والنيترا بتتم في وجود حمض الكبريتيك المركز وحمض النيتريك، إذن بتقعد توجه فين بقى مجموعة الفورمايل دي؟ توجه فين؟ هتوجه للموضع ميتا، يبقى يعطي ميتا نيترو بنزالدهايد، ومع الماء طبعا الناتج الجانبي، يبقى إذن ميتا نيترو بنزالدهايد. طيب لو أنا عايز أعمل الناتج آخر، لو أنا مش ما استخدمتش الفورمايل، استخدمت حمض كربوكسيل، كربوكسيلك يعني مجموعة الكربوكسيل هنا، أو مجموعة كيتون، مجموعة اللي هي مجموعة الكربونايل. خلي بالنا من الكلام ده مهم. احنا بقى هنسأل سؤال علشان نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده، يعني نفهمه أكتر. بيسألني سؤال، بيقول له المركب ميتا برومو نيترو بنزين اللي هو ده، ميتا برومو نيترو بنزين، ميتا برومو نيترو بنزين، ميتا بيحضر ازاي؟ بروامة البنزين ثم النيترة، ولا نيترة البنزين ثم البروامة؟ حد فاهم حاجة؟ مش فاهمين. بقول لي المركب ده بتحضر ازاي؟
يعني لو عندي حلقة بنزين فارغة، وبقول علي الإجابة، لو عندي حلقة بنزين فارغة، طبعا لازم تكون فارغة، أنا بقول بشتغل مع البنزين، هعمل للبنزين برومة وبعدين أعمله نيترة؟ لا. ليه؟ لأن البروم بتوجه لبرث وبارة. طب لو عملت نيترة وبعدين عملت برومة، ده صح، لأن النيترو بتوجه للبيتا. علشان أحل سؤال ده يا شباب، لازم أنظر للمركب. الذرتين في الوضع بالنسبة لبعضهم في أي وضع، في الوضع بيتا، قبل ما أفكر في السؤال أشوف شكل المركب، الذرتين بالنسبة لبعض في أي مكان في ميتا. أبص بقى رقم 2 للمجموعات، النيترو والبروم، مين فيهم بوجه للوضع ميتا؟ النيترو. يبقى إذن أنا هعمل نيترة وبعدين أعمل بروامة، يبقى نيترة البنزين ثم البروامة. ليه بقى؟ هذا البنزين اهو، هعمل له نيترة وبعدين أعمل بروامة. لما أعمل بروامة تدخل في أي موضع؟ في الميتا. يبقى إجابتك صحيحة. أقول له إيه بقى؟ بقول علي الإجابة بإيه؟ لأن مجموعة النيترو موجهة للموقع ميتا، فينتج عن نيترة البنزين ثم البرومة، يعمل نيترة وبعدين أعمل برومة، يعطي ميتا برومو نيترو بنزين. لكن لو عندي بنزين وأعمل له برومة الأول وبعدين أعمل نيترة، تدخل في الموضوع أرثو، أو برومو بنزين وأعمل له بقى نيترة، يعطي في الموضوع بارة. فإذا المركبين دول مش المطلوبين، المركب المطلوب هو ميتا برومو نيترو بنزين. يبقى في حين في حالة بروامة البنزين ثم النيترة، تكون ذرة البروم هي اللي موجهة لمواقع أرثو بارة، وهو مركب ناتج، مركب يعني غير المطلوب عندنا في السؤال. يبقى إذن بقى التفاعل هو بيقول لي إيه؟ نيترة البنزين ثم البروام. إيه تعليل بتاع إجابتك؟ الاثنين دول، لأن مجموعة النيترو موجهة لواقع ميتا، وكمل، في حين في حالة بروامة البنزين ثم النيترة، تكون ذرة البروم هي المتحكمة بتوجه للأرثو والبارة. طيب سؤال زيه بس عكسه، يمكن تحضير المركب أرثو كلورو نيترو بنزين، ده مركب أرثو كلورو أرثو، في الموضوع أرثو كلورو نيترو بنزين. أول ما أسمع كلمة أرثو وأول ما أشوف السؤال أشوف المجموعات اللي موجودة أو الذرات، أنا عندي ذرة كلور ومجموعة نيترو، الاثنين بالنسبة لبعض في أي موضع؟ من موضع أرثو. مين فيهم بوجه للموضع أرثو؟ هل النيترو؟ لا، الكلور هي اللي بتوجه الموضع أرثو. يبقى إذن هل التفاعل ده أعمل له نيترة البنزين ثم الكرورة، ولا أعمل كرورة ثم النيترة؟ طبعا أعمل كرورة ثم النيترة، أعلل الإجابة، كرورة البنزين ثم النيترة، لأن الكلور هي اللي هتوجه النيترة. يبقى أدل بحلقة البنزين فارغة، أعمل لها كرورة الأول وبعدين أعمل نيترة تدخل في الموضع أرثو، أعلل الإجابة، لأن ذرة الكلور موجهة للمواقع أرثو وبارة، فينتج عن كرورة البنزين ثم النيترة أرثو كلورو نيترو بنزين. في حين لما أعمل نيترة الكلور تدخل في الموضع ميتا، وده مركب غير مطلوب، أقول له في حين في حالة نيترة البنزين ثم الكلورة، تقول مجموعة النيترو هي المتحكمة وهي التي توجه الموضع ميتا، وهو المركب اللي ناتج غير مطلوب. خلي بالكم الأسئلة الجميلة دي، مسألة خبيثة وجميلة. طيب بقول لي حدد المجموعة الموجهة في المركبات التالية، ايه هي المجموعة الموجهة في المركبات دي؟ هذا مركب اسمه ميتا كلورو بنزل دايد، ومركب تاني اسمه ارثو نيترو تولوين، المركب التالت اسمه ميتا كلورو ميتا نيترو تولوين، المركب الرابع اسمه بارا كلورو نيترو تولوين. مين المجموعة الموجهة بقى؟ احنا قلنا اول ما تسأل السؤال برضو زي ده، انظر للمركب، ايه المجموعات اللي موجودة او الذرات الموجودة؟ عندي فورمايل وعندي كلور. طيب رقم 2
وموجودين في أي مواقع بالنسبة لبعض في الموقع ميتا. مين اللي بيوجه للموقع ميتا؟ الفورمايل. يبقى إذن الفورمايل هي الايه؟ هي الأصل، هي المضيف، والكلور هي الضيف، عشان كده دخلت في الموضوع ميتا. يبقى إذن الفورمايل هي الموجهة. في المركب الثاني الاثنين المجموعتين بالنسبة لبعض الوضع أرثو. مين بيوجه فيهم للوضع أرثو؟ الميثايل أو الألقايل. يعني هنا لو آر مثلا هقول طبعا هي اللي توجه للوضع أرثو، علشان كده الميثايل هنا هي التي توجه. إذا النيترو دخلت في الموضع أرثو، يبقى إذا الميثايل هي المجموعة الموجهة. المركب الآخر المجموعتين بالنسبة لبعض في أي مكان الموضع ميتا. مين بيوجه للموضع ميتا؟ النيترو. إذن الميثايل في الموضع ميتا بالنسبة للنيترو، يبقى إذن النيترو هي المتحكم. في ملاحظة مهمة جدا لاحظتها فيكم، أنه مين احنا اتفقنا هنا مين المجموعة المتحكمة؟ مين المجموعة الموجهة؟ النيترو ولا الميثايل؟ النيترو. بعضكم أو أغلبكم بيقول أن المجموعة الموجهة هي لازم اللي تكون فوق. لا يا شباب، اوعى حد يفكر الكلام ده. لا، المجموعة الموجهة هي حسب موقعها في الحلقة. أول ما بص للمركب أنا بقولت أشوف المجموعتين الموجودتين، يا ترى مين فيهم والاثنين الأول في موقع أي موقع بالنسبة لبعض في الموقع ميتا. مين فيهم بقى بوجه الموقع ميتا؟ النيترو. شوف النيترو موجودة فين؟ مش موجودة فوق أهي. إذن النيترو هي المتحكمة في هذا المركب. هنا بقى مين بيوجه للبارة ومين اللي بيوجه للبارة؟ الاثنين في وضع بارة بالنسبة لبعض. الكلور اللي بتوجه، شوف الكلور تحت مش فوق، يبقى الكلور اللي بتوجه لوضع بارة، يبقى إذن الكلور المتحكمة لأنها وجهت النيترو إلى الموقع بارة. خلي بالكم من هذه الأسئلة يا شباب. نكمل. الطلوين، الطلوين لما أجي أعمل له نيترة، احنا عرفنا النيترة يا شباب بتستخدم فيها حمض النيتريك المركز وحمض الكبريتيك المركز. حمض النيتريك اللي احنا نكتبه HNO3 او HONO2، واحنا كتبناه بالطريقتين عشان نبقى فاهمين. شوف يقول حمض النيتريك حمض الكبريتيك المركز مع التسريب. اما يتم نيترة للطلوين، المجموعات النيترو اللي داخلها تدخل في اي مكان، تمام، أورثو بار، يبقى هتدخل مجموعة في البارة ومركب تاني في الموقع ايه؟ أورثو، صح؟ تمام، يبقى مركبين. ده الكلام اللي احنا عرفناه لغاية دلوقتي. الكلام ده امتى بقى؟ اما اخد مول او جزيء من الطلوين مع جزيء من حمض النيتريك. طب لو خد كمية وافرة من حمض النيتريك، لو خد كمية كبيرة يعني، خد ثلاث اضعاف حمض النيتريك، ثلاث اضعاف الطلوين، حد واخد باله؟ طيب خدوا بالكم كويس، هاخد ثلاث اضعاف الطلوين. انا عندي كم مكان فعال بالنسبه للطلوين؟ برافو عليك يا علي، عندي ثلاث اماكن يا جماعه. المكان ده أورثو، والمكان ده بارة، والمكان ده أورثو. هتقول لي أورثو وأورثو لبعض؟ ايوه، الكلام ده لما يكون ثنائي الاحلال، لما يكون مركب ثنائي الاحلال. يعني هنا مجموعه الميثايل وفيها نيترو هنا، ده ثنائي الاحلال. لكن لو مركب ثلاثي الاحلال، يبقى نيترو هنا ونيترو هنا ومجموعه الميثايل موجود، يبقى ثلاثي الاحلال. طب لو مركب رباعي الاحلال، يبقى نيترو في الأورثو مرتين ونيترو في البارة مرتين، لان انا مستخدم زياده من حمض النيتريك ثلاث اضعاف الطلوين، فتدخل مجموعه في البارة ومجموعة في الأورثو على شمال الميثايل، وأورثو في الثاني. شفت بقى ده ثلاثي الإحلال، لأن مجموعة الميثايل عندها ثلاث أماكن فعالة، اثنين أورثو واحد بار. اوعوا تنسوا الحكاية دي أبدا، تاخدوا بالكم منها. المركب ده اسمه ثلاثي نيترو طلوين، بيسموه عديد النيترو لأنه أكثر من مجموعة نيترو. طبعا هينتج إيه يا شباب؟ مية، الناتج الجانبي. لو حبينا نوزن المعادلة، أنا عندي كم حلقة بنزين طلعت من التفاعل؟ حلقة واحدة. وعندي كم مجموعة نيترو؟ ثلاثة. يبقى لازم الحمض النيتريك يبقى ثلاثة أضعاف، وبالتالي المية تبقى ثلاثة H2O.
المركب ده خطير، اسمه ثلاثي نيترو تولوين. ورقمت 2 4 6 ثلاثي نيترو تولوين تولوين. خلي بالك المركب ده مشتق من التولوين وليس من البنزين، عشان كده سميناه تبع التولوين، هنسميه برضو تبع البنزين دلوقتي. يبقى التولوين احنا مش قلنا بقى دي المجموعة رقم ايه، تاخد رقم كام؟ تمام، تاخد رقم 1. يبقى التولوين بقى النيترو دي رقم 2، عد بقى من ناحية اليمين كده، بالنسبة لها رقم 2، والنيترو دي بالنسبة لها رقم 4، والنيترو دي بالنسبة لها رقم 6. يبقى 2 4 6 ثلاثي نيترو تولوين، بيختصروا إلى ثلاثي نيترو تولوين، وبالإنجليش بيسموه تراي نيترو تولوين، TNT. سمعتوا عن TNT؟ هو دي بقى المشكلة، TNT. خلينا خلي TNT دلوقتي، وتعالوا أسميه لكم تسمية تبع البنزين. طب سموه كده أنتوا تبع البنزين كده، مش تولوين، لا هنسميه تبع البنزين. احنا تبع التولوين رقمنا المثال رقم 1. طب لو بنزين بقى اللي هي الحلقة دي كلها، يبقى الثلاثة نيترو هترقمه والميثايل هتترقم، يبقى رقم منين بقى؟ من نيترو دي ولا ميثايل ولا من نيترو دي ولا من نيترو دي؟ التسمية يا جماعة، التسمية خلي بالكم، ارجع تاني للتسمية. هرقم مثلا من نيترو دي، تاخد 1 2 3 4 5. ليه؟ طب لو رقمت من نيترو دي 1 2 3 4 5، هي نفس الحكاية. طب ليه انا نقمت من نيترو مش نقمت من ميثايل؟ عد كده، ميثايل هتاخد 1 2 3 4 5 6. شفت المجموعة دي بقى ما توصلش، ما بنوصلش لستة بقى، لكن لو رقمت من النيترو اقل ترقيم في الحلقة كله المجموع يبقى اصغر، يبقى هرقم من عند النيترو، يبقى النيترو اللي على اليمين او اللي على اليسار، الميثايل تاخد رقم 1 والميثايل هتاخد رقم كام؟ 2. يبقى 2 ميثايل 1 3 5 ثلاثي في نيترو بنزين. ايا كان انا مش عايزكم تعرفوا ده، انا بحبيت بس اعرفكم تسمية بالنسبة للبنزين. اما بالنسبة للتولوين، بالنسبة للتولوين هو ثلاثي نيترو تولوين اللي هو TNT، اللي هي المادة شديدة الانفجار. تعالوا بقى نعرف ليه هي شديدة الانفجار، حتى لا في سؤال بيجي مهم جدا في الحتة دي. بقول المركبات عديدة النيترو شديدة الانفجار، علم. هناخدها واحدة واحدة عشان ما حدش يتوه. دي مش مجموعة النيترو اللي هي دي، هذا 1 2 3. انا افترض ان هم 3 بس انا كاتبها واحدة فقط، مجموعة النيترو. وفين بقى التولوين؟ TNT، هو ده TNT. انا فصلت عنه مجموعة النيترو علشان اوريك حاجات جاية. هذا المركب اول ما بيشم ريحة طاقة خفيفة جدا، اي طاقة بسيطة اوي، تبدأ مجموعة النيترو في التكسير تتكسر. ليه بقى تتكسر؟ لان الروابط فيها ضعيفة. ركز كويس في الكلمتين اللي جايين. النيترو تبدأ تتكسر، اول حاجة تبدأ في TNT تبدأ تتكسر هي مجموعة النيترو، لان الروابط فيها ضعيفة. اللي بين الكربون، طبعا في هنا رابطة النيتروجين مرتبطة بالكربون، الرابطة دي ضعيفة تبدأ تتكسر. والرابطة بين النيتروجين والأكسجين ضعيفة، لأنها عند الكربون على النيتروجين عليها شحنة موجبة، والأكسجين تتكسر بسهولة، فتبدأ هذه الروابط في الكسر. الرابطة بين النيتروجين والأكسجين التانية تتكسر. طيب نتيجة الكسر ده، لأن الروابط دي ضعيفة، نتيجة الكسر إيه اللي هيطلع؟ إيه اللي هينتج من كسر النيترو؟ طبعا بينتج عندي نيتروجين وأكسجين. نيتروجين ليه؟ NO2N2، لأن أنا عندي ثلاث مجموعات نيترو، مش على قد دي فقط، فبيخرج نيتروجين وأكسجين. تكوين النيتروجين ده بقى مشكلة كبيرة جدا، لأن الرابطة داخل النيتروجين قوية قوي. ثلاث روابط يا جماعة بين النيتروجين والنيتروجين، ثلاث روابط وأوريكم دلوقتي، تبقى رابطة قوية، وبين الأكسجين والأكسجين رابطة قوية، في حين أن الروابط اللي داخل مجموعة النيترو ضعيفة. وكمان ده بقى أول ما تبدأ مجموعة النيترو تتكسر يا جماعة، ثلاث مجموعات تتكسروا، طب المركب هيبدأ يتهري، يبدأ يتكسر مركب كله.
أول ناتو ما تتكسر ثلاث مجموعات يبدأ المركب ده يتكسر، كل الكربونات تروح في الاتجاه والهيدروجين في اتجاه، المركب يتكسر تماما، يبقى هيتكون نتيجة هذا كربون وهيدروجين من المركب بتاع حلقة البنزين وفيها ميثايل. كل المركب ده ينتج منه كربون، كم بقى كربون؟ 7، وكم هيدروجين؟ هنجمعهم مع بعض جزيء هيدروجين. شوف بقى لما الهيدروجين تبقى هيدروجين مع بعضها والكربون وفي وجود أكسجين ونيتروجين، الكربون مع الأكسجين يعطي ثاني أكسيد كربون، وتكوين ثاني أكسيد الكربون بيعطي طاقة هائلة، والهيدروجين بيساعد على الاشتعال، وثاني أكسيد الكربون الدنيا بقى تروح ما يحدث الانفجار، لأنه عندي روابط قوية تكونت وروابط ضعيفة تكسرت. فالروابط الضعيفة اللي في مجموعة النيترو اتكسرت وتكون روابط قوية بين النيتروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هيتكون في نهاية التفاعل. طيب ما هو الأكسجين ده اللي نتج ده هو المشكلة، لأن هو بيغذي الاشتعال، هو بيساعد على الاشتعال، بيخلي الكربون يشتعل، والكربون نفسه ده مادة بتشتعل بسهولة، هو ده الوقود بتاعه. يبقى أكسجين وقود لاشتعال الكربون وتكوين ثاني أكسيد كربون وتكوين نيتروجين، يبقى المشكلة بقى طبعا بيحدث انفجار شديد جدا. تعالوا بقى نعلل الكلام ده بالكتابة، بقول لي مركبات عديد النيترو العضوية مواد شديدة انفجار، أنا بقى أكمل بقى بقوله بتحترق مركبات عديد النيترو بسرعة وتعطي كمية كبيرة من الحرارة والغازات، عشان غازات بتتكون اللي هو أكسجين وثاني أكسيد كربون وهيدروجين وبخار مائي، غازات كتير جدا. ايه سبب بقى الانفجار؟ لان جزيئات المركب ده عديد النيترو ده تحتوي على الكربون هو الوقود، وبتحتوي على الاكسجين اللي نتج من تكسير مجموعه النيترو، وهو الماده اللي بتاكسد وبتساعد الكربون على الاحتراق. نمره 2، ان كسر الرابطه الضعيفه اللي في الان او اللي هي مجموعه النيترو وتكوين رابطة قوية بين في ثاني أكسيد الكربون اللي هي CO والرابطة NN في جزيء النيتروجين، يبقى ده الإجابة بتاعي. توضيحها أكتر، كسر الرابطة الضعيفة اللي في النيترو بتحتاج إلى طاقة ضعيفة، طيب تكوين الرابطة القوية اللي في ثاني أكسيد الكربون واللي في جزيء النيتروجين رابطة قوية جدا، فبتنطلق منها طاقة كبيرة، لأن الرابطة القوية عشان تتكون بتعطي طاقة كبيرة جدا، لأن تكوين الروابط بيطلق طاقة وكسر الروابط بيحتاج إلى طاقة، فكسر الرابطة الضعيفة بيحتاج إلى طاقة قليلة، وتكوين الرابطة القوية بيحتاج إلى طاقة كبيرة، عزل بينطلق منه طاقة كبيرة جدا. يبقى جماعة ما ننساش هذا الكلام، كسر رابطة ضعيفة وتكوين رابطة قوية بيعطي انطلاق طاقة كبيرة وبتسبب الانفجار. عسى أن أكون أوصلت المعلومات المطلوبة، وأراكم بخير في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.